حال. المال المفقود أنت تملكه لكنك لا تستطيع أن تنتفع به لأنه مال مفقود، أليس كذلك؟ بلى. إذا كان السؤال بأليس، يكون جوابي بلى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. المال المفقود لا تلزمك زكاته، لأنك نعم وإن ملكت أصله لا تستطيع أن تنتفع به ولا تملكه. فمن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، القدرة على حيازة المال والقدرة على مباشرة الحقوق الملكية عليه، التصرف فيه. أضرب لك مثال ثاني، السكيورتي ديبوزيت، لما بتحط ثلاث شهور التأمين لما بتستأجر بيت. نعم، أنت تملك الرقبة لكن لا تملك الانتفاع، أليس كذلك؟ يعني ما تقدرش تنتفع بالستة آلاف دي، لا تستثمرها ولا تخرطها ولا تنفقها، ما دمت مستأجرا هذا المال مجمد. يبقى هذا المال لم يتحقق فيه تمام الملك. فمن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، يعني القدرة على حيازة المال والقدرة على يعني مباشرة حقوق الملكية عليه. فده بيرجعنا إلى الفور وان كي. أنت ليك فلوس، هل تستطيع أن تأخذها؟ هل تستطيع أن تتصرف بها؟ نعم، ولكن بنسبة. إذا أردت أن تأخذ المال تستقطع بنالتي وتستقطع تاكس، صح؟ ما يبقى بعد حساب المستقطعات هذا مال زكوي. لو كان عندي 100,000 دولار في 401k plan، لو حبيت أخذها الآن كم يعطونني؟ مثلاً أقول لك هنشيل 20,000 ضرائب و 20,000 مثلاً الغرامات أو البنالتي أو كذا، المهم أين كان الرقم يعني. الباقي بعد هذا مال زكوي تلزمك الزكاة، فأنت بتزكي المال الذي تستطيع أن تحوزه. بس خلي بالك احنا بنعمل عملية حسابية عشان ما يسحبش فلوس فعلا عشان ما يخسرش. تعمل فقط كالكوليشن، يعني بنسأل سؤال، لو أنك أردت الآن أن تسحب هذا المال لتحوزه بيدك، كم تتسلم في يدك؟ هذا القدر الذي تتسلمه هو المال الزكوي، لأنه مال تم ملكه. طب نترجم ما قلت أحمد. The question about 401k and zakat, do we have to pay zakat of the 401k plans? And the answer is, the sheikh just tried to prove that the 401k money is just like mainly like money that's lost, or money that you have but you cannot have full access to, like the deposits when you go and pay a deposit or something. It is your money, the lost money is your money, but you don't have access to that money. So part of talking about 401k plan, part of it is accessible and another part is not. The part that is accessible, just assumingly, if you go and try to access this money, try to get this money, how much can you get out of it without, you know, or subtracting all the taxes that you have to pay, the net that you can get right now, you don't have to go get it, but the net that you can get it and have full possession of it, how much is that? That is the exact amount that you have to pay zakat for. You just make it as a calculation, and this is the amount that you have to pay zakat for. مؤخر الصداق، لو واحدة لها 40,000 50,000 صداق مؤخر، هل تلزمها زكاته؟ نفس القاعدة، يعني إنها تملكه لكنها لا تستطيع الآن أن تتصرف، خاصة إذا نص في عقد النكاح أنه لا يستحق إلا بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، فهي لن ترى هذا المؤخر إلا إذا مات زوجها عنها أو إذا طلقها. فلا تطالب الآن بإخراج الزكاة عن هذا المال، لكن إذا مات زوجها لا قدر الله أو طلقها لا سمح الله وأصبح المال في يدها حقيقة، عن يدها يرزقها.
An example that makes it clearer for a money that's not fully accessible, even though it's under your position, is the money of the deferred dowry. Dowry could be paid in full in advance, could be part of it, or maybe all of it could be delayed or deferred to be paid later. So in many cases in the East, people decide to make it later, and sometimes they make it, you know, to be fully accessible or due at either the death of the husband or a divorce. At this time, she has the full access, or she can take this money. So even though all of this money is hers from the beginning, but it's not accessible, she did not get the money until, you know, she dies, or until they divorce, or until whatever they agree on, until he pays her off this money. The minute she gets this money, from now on, she has to pay zakah, because one of the conditions of zakah is tamamul milk, or full. You have to have full possession of the money and full access to the money. Now, say in the text of zakah, start. وخاصة بتراجح الفرق يوم 20 يوم 30 يوم 50 فكيف تحصل الزكاة؟ طيب سؤال جميل، بس انتم موافقين نستمر كده ولا نمضي في البلان اللي كنا الشيخ عمرو كان قد اقترحها؟ الشيخ عمرو كان اقترح ان احنا ناخذ موضوع عن بعينه حول كلمة المسلمين واجتماع الكلمة لفت التضحية الكذا، ثم نفتح فقره لاسئله وانتم طبعا اصحاب القرار وانا سامع ومطيع. الله يبارك فيك العافيه. هو انا جاني من كثير من اخواننا اقتراحات ان احنا وي توك اباوت الموضوع اللي تكلمنا عنه في الاخر، اللي هو اجتماع كلمه المسلمين وكيف نوحد المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وكذا، وبعد ذلك نفتح المجال للاسئله ايا كانت، ونحاول نركز على المسائل الاقتصاديه. I got a suggestion from more than one person yesterday that we need to focus more, instead of talking about the financial issues, we need to focus on the topic that the Sheikh touched on at the end of his topic or talk yesterday, about unity of Muslims and not importing all of these clashes and problems and conflicts of the East, bringing them here. How to work together as a Muslim community with our, you know, differences and people coming from different backgrounds, and how also to involve and integrate with the American community at large. That was the suggestion. We can talk about this, inshallah. Sheikh may talk about this for like 30-45 minutes, and then we open the door for questions and answers. If you agree to start with Ijtima' Kalimat al-Muslimin, unity, and so on, and then we open the door for questions, نفتح مجال الأسئلة. Please raise your hand. Looks like majority. So we start with this, inshallah, and then we have the time after that for all the questions and answers, inshallah. Down. وأولها سؤال الأسئلة إن شاء الله. خلينا نبدأ. يا شيخ لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خير ما نبدأ به موضوعنا وحلقتنا ودرسنا الليلة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. مع الأخ الشيخ لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ولا ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم Barakallahu feek, Jazakallahu khair. Sisters, you may open the curtain, inshallah, if you want. Whoever wants to face the shaykh, it can be right there. Whoever doesn't want or just want to listen, you can go to either one of the corners, inshallah. نبدأ إن شاء الله تعالى الكلام إن شاء الله الأسئلة التي نحاول نجيب عنها الشيخ بإذن الله أو يجيبنا عنها تفاعل الجالية المسلمة مع بعضها ثم اندماجها في المجتمع الأكبر أو الجالية الأكبر هي الجالية الأمريكية. Sheikh will try to answer those couple of questions, how the community can work together and how can they integrate with the larger community at large. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم أما بعد فقد تمهد في السنة المطهرة وفي مقالات أهل العلم أن الجماعة رحمة وأن الفرقة الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما ابتلي العمل الإسلامي قديما وحديثا بمثل ما ابتلي به من تشرذم الصفوف وتفرق الكلمة وفساد ذات البين. ومن أجل هذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يفضل درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الجماعة رحمة وفرقة، من سره بحبوح الجنة فلينزل الجماعة فإن الشيطان مع الفرد وهو من الإثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. طيب، التشرذمات الموجودة في واقعنا المعاصر تحبك أن لا تصنيف تستطيع أن تردها إلى أحد أمرين: إما أنها تشرذمات علمية فقهية يعني عقلية، وهذه توشك أن تمثل تفرقا في الدين. نوع ثاني تشرذمات سياسية يعني حول الراية التي يجتمع حولها الناس، وهذه تمثل تفرقا في الراية. فعندنا تفرق في الدين وعندنا تفرق في الراية، فكيف تجتمع الكلمة هنا وكيف تجتمع الكلمة هنا؟ نحن سنضع بعض المعاني، وأنا أرجو إن أنت خارج الميناء تسأل نفسك تقول: أنا جلست في المسجد ساعتين من 5:30 إلى 7:30، ربنا يسألني عن الساعتين دول ماذا استفدت فيهم؟ هم ضاعوا دردشة ومجبرة وسوشياليزيشن، وضاعوا فعلا أنت طلعت بحصيلة علمية، صححت مفهوم أو أضفت معنى جديدا إلى رصيدك،
وكانوا يقولون أضف معنى جديدا إلى عقلك تضف يوما جديدا إلى عمرك. أنا أرجو كل واحد يسأل نفسه هو خير يقول ما الذي أخذته من هذا المجلس. بالنسبة للتفرق في الدين أو التشاورمات الفقهية والعقلية ونحو ذلك تحكمها قاعدة. وقبل ذكر هذه القاعدة خلينا نوصف الواقع كيف يتعامل الناس مع هذه الظاهرة. في ناس لا يقيمون لهذه الاختلافات وزنا ولا يلقون لها بانا، يحرصون على الاجتماع. لك يا أخي اختلاف الرأي لا يفسد للود قط. طبق هذه القاعدة على من يسبون الصحابة ويقطعون في عذر أم عائشة ويأتون بالفواقد. أهم شيء أن تجتمع، أهم شيء أن نكون صفا واحدا وخلقا واحدا. لا شك المدرسة. يقابله آخرون يتصلبون جدا في شروط الاجتماع. لو خالفته في فرعية من الفرعية أو في جزئية أو في جزئية من الجزئيات يقيم عليك الحرب العالمية. فما بين طرفين متباعدين، فما هو القصد بينهما؟ ما هي الوسطية التي حملها علماؤنا وفقهاؤنا الراشدون عبر؟ اسم هذه القاعدة اكتبها إن شئت واحفظها إن شئت. لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. يعني مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. هذه القاعدة ذهبية لو تحققنا بها 19 خلفة ذهبية. المسائل الاجتهادية من ظهر له فيها رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. وضعنا مثال أخونا أمس لما سألني عن النقاب والحديث عن النقاب، احنا اول ناس بنتكلم فيه وعبر 14 قرن الامه اللي بتتكلم فيه كل كتب الفقه اتكلمت عن هذا الموضوع. يعني قضيه مقروره معاده الحديث فيها مقرور ومعاد. افتح اي كتاب من كتب الفقه اختلف الفقهاء على قولين قول يقول كذا. هي قضيه اجتهاديه كانت ولا تزال وسوف تظل قضيه اجتهاد. وكلمة أو ترجيح لن تغلق الباب في هذه القضية، لن تغلق ملفها إلى الأبد، لن تحسم مادة الاجتهاد فيها إلى الأبد، سوف تظل مفتوحة إلى ما شاء الله. يبقى المخرج يعني ببساطة جدا، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. يبقى مسجدنا هذا بيعمل accommodation لمين؟ كلا الرأيين، لمن قال بوجوبه يعني من قال بأنه فرض ولمن قال بأنه فرض. وننزع فتيل الخلاف هذه القضية ويتعايش الناس في المسائل الإجتهادية على هذا النحو. ولكي أعطي فرصة لترجمة هذه الكلمة سأنهي بفصل لشيخ الإسلام رحمه الله كلام من ذهب. كان يقول وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط. ثم قال ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. يعني إذا كنا يعني سنعلن الحرب في كل قضية اجتهادية خلافية لا يبقى بين أهل الإيمان لحمة ولا تبقى بينهم عصمة ولا تجتمع لهم كلمة ولا يقر لهم قرار. ومن ثم أنا ما بهتمش كثير في الخطاب العام أن نعمل توجيه من هذا الرأي لهذا الرأي أو ذاك، لأننا أعرف أننا جئنا هنا من خلفيات فقهية مختلفة. إذا كان ذلك كذلك فبكتفي بهذا القدر وأقول أن هذه قضية إجتهادية. من ظهر له رجحان واحد قولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان. إن سألتني عن ترجيح الشخصي سأخبرك به ولكنه ليس ملزما.
وليس ملزما لكل احد، انما هو ملزم لمن قبل به، لمن اعتقد صوابه وسبحانه. The Sheikh gave us a beautiful introduction, and he said he started by this maxim that the jama'ah or congregation or unity of Muslims is a way of rahmah and mercy for them, and dissension and conflict is torment, is kind of suffering for them. And he quoted that hadith of reconciliation, trying to make peace between the community, and that if we have trouble in between, if we cut and sever our relationship, this will take off our religion. And the other hadith, whoever is happy to be in the middle of Jannah, so let him stick to the jama'ah, to the main part of the Jannah, the middle of Jannah, he should stick to the congregation and the community and the group of Muslims, because the wolf only eats of the sheep, the one that goes far away from the group. And he divided, he said that divisions and dissensions inside the Muslim communities or Muslim world could come down to either academic and scientific and dogmatic doctrinal ones that has to do with the religion, and the other side could be mainly political one. So one that has to do with the religion and one that has to do with the banner of Muslims and the community of Muslims being together. How can we unite our world? How can we be united? And he said, let's take the best use of those couple of hours that we may stay here from 5:30 to 7:30 to really go deep with our minds in whatever you're going to hear and try to benefit of that, not just spend some time for socialization and so on. He said that people go to the extremes. We have two extremes. One extreme, that people say, let's be united regardless of any disagreements, even though the one that disagrees with you could be cursing our mother Aisha, the mother of the believers. He could be cursing the Sahaba. He could be saying whatever he could be saying, yet some people still say, let's be united, let's work together, and regardless of any kind of disagreement. That's one extreme. The other extreme is some people who would never accept anybody to disagree with them, even though it's a kind of little disagreement about some minor issue. They don't even open the window for that kind of disagreement. And this is the other extreme. And the truth is always, the haqq is always in the middle course, somewhere in between. And he quoted this golden rule that nobody should deny or condemn something that is debatable amongst the scholars, and try to force his view on others. If somebody believes, as far as the debatable issues, believes one way, that is binding to him only, and whoever believes likewise. But it's not binding to someone who believes in the other view, as long as it's within that, it's one of the views of the scholars. He said if we implement this rule, nine out of 10 of our disagreements and dissensions would disappear. If we just accommodate and try to, you know, work together and accommodate each other. The example for that is the question of niqab, or full veil of the face, that the brother asked about yesterday. He said that we are not the first people to talk about it. Scholars from the time of early time of Islam, they are talking about it, and they always say two views of the scholars. Some believe it's this way, some other believe it's this way. So let's live together, accommodate, coexist together. And if you believe one way, that may not be binding to someone else. It's only binding for you and whoever believes like that. And he quoted, ended up by quoting this beautiful golden words of Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. He said, the disagreement as far as the details is more than to be collected and to be, it's beyond imagination. It's a lot. And if every two Muslims, whenever they disagree, they would, you know, everybody would go his way and they would not work together, no two Muslims would end up working together or having any common term or any common ground
between them because we always disagree about things. القاعدة هذه في تطبيقها تولى القضيتان لا بد من الانتباه إليهما لحسن فهمها وحسن تطبيقها. قاعدة قلنا إن المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف. بعد نعرف ما هو ضابط المسائل الاجتهادية متى تكون المسألة الاجتهادية. والقضية الثانية ما هو الإنكار المنفي؟ نقول لا تنكر المسائل الاجتهادية. فما هو ضابط المسائل الاجتهادية وما هو ضابط الإنكار المنفي؟ المسألة بس مرتبة عندنا ترتيب منطقي وترتيب سليم. المسائل الاجتهادية كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صحيح. كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صحيح. احنا بنقول ايه الكلام ده علشان ما ندخلش زنات العلماء وشذوذات الاقوال نعتبرها راي فقهي معتبر ولا يبقى ما هو واحد ممكن الواحد يقول يا اخي كاحل مجعدات يحل مشاكل الشباب والشيعة اجازوه واهل السنه حرموه تبقى قضيه خلافيه يبقى لا ينكر المخالف فيه وانما ينكر الدين عليه سير الدنيا واسعه ده بالدنيا الدنيا ممكن واحد يقول الكلام ده صح ولا لا؟ يجي واحد تاني يقول بيقولوا واحد تاني يقول لي يقول لي يا خريبة يعني في وادي البنوك المشايخ في منطقة ما من العالم قالوا عنه انهم احلام وفي منطقة اخرى قالوا انهم احرام في هالدياره الدنيا دي سيبوا اللي ياخد دياره واللي ياخد دياره وبالصورة دي لا يبقى عندنا الجواب لاني سوف تجد في كل قضيه محكمه في قول شاذ في زله من الزلات لواحد طلعت انه لحد اخر حاجه منذ ايام فقط واحد بيقول ما يلزمش الشهاده لمحمد بالرساله عشان يبقى الشخص المسلم اي والله وزعلت تاخذوها صوتا وصوره على اليوتيوب يكفي النصف الاول من شهادتي إن قلت أشهد أن لا إله إلا الله فأنت مسلم، بقى كده تؤمن بمحمد، تؤمن بعيسى، تؤمن بموسى، بقضية رجعة لحياتك، دي حسب قناعاتك وحسب نياتك، وإحنا ما نعرفش نياتك، فما لناش علاقة بالجزء ده. المفروض إن هو علم. ده أستاذ ورئيس قسم في جامعة كبيرة جدا وفي كلية مشهورة جدا. المسألة اللي بنوضع لها الروابط سوف ندخل في دين الله ما ليس منه. سوف نفتق في الدين فتوقا عظيمة جدا ولهذا بنقول المسائل الاجتهادية احترازا من زلات الأقوال وشذوذاتها ومشتهراتها ولهذا قالوا يعني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر مش كل واحد يطلع برأي مخالف يقدح في قضية المسألة ويقدح في إحكامها ويقدح في يقينيتها. فبالي أول ضابط أن يكون مسألة محل اجتهاد معتبر. المسألة الثانية ما هو الإنكار المنفي؟ مش معناها ما نتكلمش فيه، لا ممكن طبعاً نتكلم. ما هي الخلافات بين المذاهب الأربعة كانت في مسائل اجتهادية. ورغم هذا تكلم الفقهاء وألفوا الكتب وكتبوا الرسائل وورثوا فقهاً عظيماً فقه الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة هل هؤلاء كانوا قد اختلفوا في أصول الدين؟ لا اختلفوا في قضايا فرعية فالإنكار المنفي مش معناه ما تتكلمش لأن الواحد يقول لك أخي دي قضية تانية أنت عندها مشكلة ما تتكلمش لا كان هو الإنكار المنفي معناه إيه؟ ألا تقدح بها في دين مخالفك، ألا تقدح بها في عرض، ألا تكون سبباً للفرقة والتشرذم والاعتلال والاختلاف، أما نعقد مجالس علمية ونعمل مطروحات للماجستير وللدكتوراه ومظاهرات وندوات للحياة، هذا ثراء علمي وثراء فكري لا يوجد أي محدود في هذا يضل قاعدة إني
في مثل هذه يعني القضايا اختلاف الرأي لا يفسد للملك قضية. فأرجو أن ننتبه ماذا يعنى بالمسائل الاجتهادية، ماذا يعنى بالإنكار المنفي، عشان نفهم القاعدة صح فنحسن تطبيقها فلا نقع في شذوذ يمنى ولا في شذوذ يسرى. في تكملة بعد الترجمة. The segment number two of this lecture, the Sheikh said, now we need to, after we discussed in the introduction, that people will disagree and we should find, you know, some ways to work together. And we talked about the masail ijtihadiyya, of issues that are subject to application of judgment of the mind. People can, scholars can think about it. We have to know for sure what is mas'al ijtihadiyya, what is one of those mas'al that's subject to you know, discussions and things like that, so we exclude other mas'al. The other thing is, what is the rule for excluding and talking against something that you disagree with? What is the limit for that? So as far as number one, he said that the masail ijtihadiyya, the issues that's open for discussion, it's open for scholars to look at and to have different views about, is every issue and every affair and every mas'ala that we do not have any decisive evidence to support it as far as authentic text or clear consensus of the scholars. So there is no consensus about it of the scholars. There is no direct and authentic and clear text to pack it, to back it, and to support it. This is one. Why are we saying that? Because many scholars, everybody is subject to, even scholars, is subject to make mistakes. And sometimes they issue fatwas or adopt some views that are just mistakes. They are mistakes of those people. So those mistakes should be completely excluded. An example for that is zawaj al-mut'a, those, the temporary marriage that is commonly practiced by some Shia, who, you know, two people can come together and say, let's get married for half an hour, for an hour, temporary marriage. And it's valid for them. This is not mas'al ijtihadiyya. This is something that's against the consent, it's against, you know, some clear texts that we have. So this is not the mas'al ijtihadiyya. This is not open for discussion. Because some people would say, well, Shia say that, Sunnah say that, so it should be okay. Mas'al ijtihadiyya, let's do it. Or somebody would say, because we see some scholars elsewhere, they would say that the interest that you take from the bank, from any deposit or anything, is legal. Some scholars said that recently. But that was a clear mistake. It's against so many clear ayat and hadith. So this is a mistake of a scholar. It's not, no one can come and say, well, some scholars said, any scholar said you don't want to take those interests, but some said you can. No, this was a mistake. This should be completely taken off. This is not mas'ala ijtihadiyya, because it's against so many clear texts from the Quran. So we do have some clear things in Islam that we should not, you know, it shouldn't be open for discussion. Like lately, one of the head of a department of a Sharia in one of the famous universities, he lately, and it's in YouTube, audiovisual, you can watch it, he said publicly like that, that for somebody to be a Muslim, all he has to do is to say, Ashhadu an la ilaha illallah, I bear witness that there's no God except Allah. He doesn't have to say, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. And he said after that, you just have to say, Ashhadu an la ilaha illallah, and then after that you believe in Jesus, you follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you follow this and that, for it's optional. Obviously, this is a clear mistake. This is not mas'al ijtihadiyya, so it should be, for it to be considered as mas'al ijtihadiyya, it should be something that's not, we don't have a clear text from the Quran to support it, clear evidence, Quran or Sunnah, or a consensus of the scholar. The second issue is dhabit al-inkar al-manfi, the way that you can, you know, that you are not supposed to disagree with others
true, it doesn't mean that something is ijtihadi, it's open for views, that you cannot talk against it. Some people would say, well, it's a different view, so it's flexible, let everybody, you know, do whatever he wants, and you don't even need to talk about this. No, we can talk about it. Scholars like all the madahib, they have their books and their heritage and thousands of scholars and generation after generation to prove what they have and to prove that what other the other school of thought is wrong. So for this to be discussed, yes, it can be discussed academically, conferences could be held, you can discuss it, as long as you do not end up accusing the other person in his religion or in his honor. Just because you disagree with him in one of those issues, you disagree, you would accuse him in his religion or his in his honor. At the end of the day, to disagree, to have different views and to disagree about issues, that should not be a way for us to just have dissension amongst us. مسألة أكثر ما يكتمل به أخذ الحديث في هذه المسألة ويكتمل به فهمها. طب إحنا قلنا القضايا الاجتهادية ينبغي أن لا يضيق بعضنا على بعض، أن لا ينكر بعضنا على بعض. طب والمسائل العقلية والأصولية نعمل فيه، نحارب بعض، نقتتل. واحنا بيننا وبين بعض الفرق مسافات بعيدة وشاسعة جدا. يعني بعض الفرق الذين يقدحون في عرض رؤمنا عائشة، يصدقون حديث الإفكفية، أو يسبون أبا بكر وعمر، أو غير، أو بلاش اليهود والنصارى، الملل الأخرى. هل القاعدة بذلك اختلفنا؟ القاعدة هي الاحترام. والعقلاء الناس يبحثون عن صيغة للتعايش مع المخالف، سواء المخالف من أهل القبلة أو المخالف في أصل الدين فاتبع ملة أخرى. يعني لا شك أن الدعوة إلى الاحترام ونقل الحرائق من الشرق إلى الغرب، لا شك أنها دعوة ليست بدعوة الرشد. إنما يبحث الناس عن المشترك العام من الخير العام اللي ممكن يلتقوا عليه ويشتغلوا. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة المحاربين وهم في مقام الصد له عن الوصول إلى الكعبة، يعني هم الذين كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام ووقفوا في وجه المعتمرين الذين لم يأتوا لقتال ولا احترام ومنعوهم، يعني والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. اي طرح يقدموه في تعظيم حرمات الله انا مستعد اقبل به لمنع الاحترام. لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فالبحث عن صيغة يعني التعايش السالم في الإطار الحياتي، هذا مطلب ينبغي أن يتفق عليه العقلاء. ونذكركم نقطة جميلة صغيرة، في لحظة من اللحظات انشاء جمعيات للتقرب الديني، وأنا من أهل التقرب مع اليهود ومع النصارى ومع أهل الكتاب وكذا، فطرح سؤال: هل يمكن أن يحدث تقارب بين الإسلام والنصرانية في الإطار الديني كما ولد في الإطار الحياتي؟ إحنا في إطار المصالح والحياة بنتقارب، بنفتح سفارات حتى مع الدول الشيوعية، بنعمل تمثيل دبلوماسي مع اليابان وهي دولة في البعوذة، دولة وطنية، مع السيخ، مع الهندوس، في تبادل اقتصادي وفي تمثيل دبلوماسي وفي كذا، في مصالح حياديه مشتركه تجمع بين الناس. لكن السؤال الذي يطرح: هل يمكن ان يحدث التقارب في الاطار الديني كما حدث تقارب في الاطار الحياتي؟ اللي تصدى الجوع على هذا احد القساوسه مش احد المسلمين. يعني ماذا اختار؟
يعني قال في التقارب لا سبيل إلى التقارب إلا أن تتنازل إحدى الديانتين على عقيدتك الكفر. نعم قال فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وصلبه وقيامته فيصبح الجميع مسيحيين. نعم وإما إيمان ببشرية المسيح وعبوديته لله جل وعلا وأنه لم يصدق ويصبح الجميع مسلمين. ولا توجد منطقة وسطى بين هذا وذاك. فهذا كان يترجم الواقع. القول بين هذا يبقى بنروج لجريمة غش في القطر وغش حضاري وغش ديني لا يقل تجريمه عن غش التجاري اللي هو بيكوست بضعة يعني بضعة دولارات. يعني جريمة الغش الديني والثقافي والحضاري لا تقل بشاعة وشناعة إلا بتقل عن الغش التجاري والغش الديني. وما يلزمش للتعايش وما يلزمش للتقارب الحياتي في إطار المصالح اني اكذب على الله واضرب الاديان في الخلاط واطلع منها مزيج مشترك كوكتيل مش لازم. نقدر نتعايش ونقدر نتفاهم ونقدر ننتفع ينتفع كل منا بالاخر حياتيا وحضاريا بإطار المصالح الحاليه المشتركه من غير ان نقدم على جنايه وعلى غش ديني وثقافي وحضاري. ده بعد ارجو ان ننتبه اليه ونحن نتكلم عن التعايش مع المخالف. التعايش لا يعني الكذب على الله عز وجل. مش لازم عشان اتقارب مع النصراني لو انا ما كنتش تذبح اضحيه زي يوم العيد احس ان انت عامل فرق وانت عامل مش لازم تذبح اضحيه لكم دينكم ولا دين. هو عنده مناسك اخرى شعائر اخرى يضحكوا عليها ربنا عز وجل يقول جعلنا الشرحة الاولى. مش لازم عشان يحدث تقارب بيننا وبين اهم اخرى ان احنا نخلط ما بين الدينتين. انما احنا نتقارب حياتيا نبحث عن المصالح المشتركه في اطار فرقان واضح لكم دينكم ولي دين وما وراء ذلك الفروق قابل والدنيا مفتوحه لمختلف انواع التعايش التجاري ويعني والسياسي والمصالح العامه مفتوحه على مصراعيها والعالم لم يزل يتعامل بهذا قديما وحديثا. The Sheikh said the third point that we have to focus on after we talk about the first two points is we said that the مسائل الاجتهادية as far as the issue that's open for discussion and اجتهاد and intellectual judgment that we discussed that we should not condemn one another following one way or the other. But now, what about the doctrine issues, the issues that have to do with the aqidah? There's no doubt that we have long distances between us and some other Muslim groups, some other groups who believe, you know, drastically different from what we believe in. Or it's a clear example, how should Muslims deal with even those who do not believe in Islam, who follow other ways, Christians, Jews, other groups of religious people? Now, is the rule to fight one another when it comes to doctrinal disagreement? Shall we fight against each other? How should we do that? And he said that the main rule is that we should try our best to find the common ground between us and them. There is definitely something common between us and any other group. People should try to find this common thing and work on it and focus on it. The example of the Prophet ﷺ is so clear. When he was dealing with disbelievers, kuffar, not only kuffar, they are disbelievers, they are fighting against him, they are blocking him from entering, peacefully entering to Mecca. He was coming, him and his companions, to Mecca to make Umrah, bring in the hadi and the sacrifice for them, to visit the holy house, the holy Baytullah, Kaaba. They decided to block them. Then the Prophet ﷺ said the beautiful word, by the one in whose hand my soul is, they would not offer
any plan or any common thing that involves glorification of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, except that I will respond to them positively. I will accept it. I will work with them. So he is saying, sallallahu alayhi wa sallam, clearly that any formula of common ground that to be offered to me by them, I would work, I would take it, I would work on it. Here is one snapshot from the Muslim community here. Now, people from long time ago, Muslims, they have this interfaith dialogue or interfaith discussions, Muslims visiting Christians, Christians visiting Muslims, and they manage to work in this direction. But now the question is, Muslims and Christians are getting along. Can Islam and Christianity get along? And the answer is given not by a Muslim this time. May I ask the brothers, inshallah, to turn off the phones? Just turn off the phones, inshallah. So he said the answer came from not from a Muslim, it came from one of Christian people, religious leaders. He said, to answer this question, when it comes to religion, to religious issues, he says, I believe there is no way that could that we can get along with each other, because it's either one of two ways. One group should give up its faith and follow the other group's faith. Christians, if you believe in Christianity, then you believe in Jesus as God, and you believe in his crucifixion, and you believe in his in the so many other things that they believe in, and in this case you'll be Christian. Or if the Christian decide to believe Muslim way, they believe that Jesus is not God, he was not crucified, and in this case they will give up their faith and they will become Muslims. He said that if we try to say that, yeah, we can get all the religions and put them in the blender and get a cocktail of all the religion, that is a fraud. This is a crime of fraud, just like the commercial, the fraud and commercial issues, and it could be even worse. So we have to understand that we can live together, coexist together, find the common ground as far as the interests, as far as things to work on, but that does not necessarily mean that we have to religiously get close to one another. The rule, the golden rule for that is the ayah. You have your religion and I have my religion, you have your way and I have my way. Other than this, commercial wise, political wise, and other types of interests, we can, the door is widely open and we can work together in this direction. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين اللهم صل على شفيع المؤمنين حبيب رب العالمين اهدنا يا رب الله كالذي نخلص اليه من هذا كله ان المسائل تنقسم الى قسمين اما مسائل اجتهاديه فالناس يتضافرون فيها او مسائل اصوليه الناس يبحثون فيها عن مشترك يجتمعون عليه لكي يبعدوا شبح الاحتراب وشبح الاقتتال لكي يجتمع الناس على مشترك من الخير العام يمكن ان يعملوا من خلاله وان يطفئوا من خلاله نيران الاحتراق والاقتتال التي يمكن ان تعصف بكل اخضر وبكل يابس فلا تذر من شيء عليه الا جعلته كرمين اسال الله لي ولكم العافيه. فهذه احبابي كانت مقدمه حول كيف نتعامل مع قضيه الخلافات العلميه الفقهيه العقليه. طيب لكن بقي جزئيه عشان ننتقل الى الجزء الثاني. ماذا يفعل المستفتي البسيط الذي تختلف عليه فتاوى اهل العلم؟ واحد في هذا المسجد او اخت في هذا المسجد يعني سالت احد المشايخ عن الطواف الا فرض
واحد ثاني هذا سوداء. لو نرى المثال وقص على هذا المثال أمثلة يعني كتاب ماذا يفعل المستفتي عندما تختلف عليه فتاوى المفتين وفتاوى المجتهدين؟ يحل المشكل ده ازاي؟ ما ينفعش تقول له اللي يعجبك خده، لان الدين لا يؤخذ بالهوى ولا شيء. الدين تكليف، اخراج المكلف من داعيه هواه لكي يكون عبدا لمولاه، فلا يؤخذ الدين بالهوى ولا شيء. طب وما الحل الامثل؟ الحل لابد ان يبذل جهدا حتى يطمئن معه الى انه يتبع حكم الله عز وجل. وقالوا المثل في هذا، عندما تختلف على المريض يستفتي كذا طبيب، تختلف عليه تشخيصاته وتختلف عليه وصفاته بيعني. لو ان مريضا ذهب الى طبيب تشخص له على نحو واعطاه وصفه، ذهب الى طبيب اخر شخص بطريقه اخرى واعطاه وصفه، بيعني صحته غالي عليه، مش عايز يجازف بيها، وامام مشكله حقيقيه. ورغم ان هو عامي لم يقرا في الطب كلمه واحده في حياته، لكن بيقدر يحل المشكله. لا، انا عايز ابحث عن مستشفى كبير قوي عشان احط قدامه ايه؟ التشخيصين والوصفتين. اقول لك لو مستشفى تخصصي اهو مش عارف يعني سكن دوبنيا اخد سير دوبنيا، باستمرار شغال لحد ما يحقق لنفسه طمانينه داخليه انه متبع الوصفه الصح ومتبع التشخيص الصح. اللي بيعمله المريض عند اختلاف وصفات الاطباء ينبغي ان يفعله المستفتي عندما تختلف عليه وصفات الفقهاء، فان علاقته بهم كعلاقه المريض مع اطبائه عندما تختلف هذه الوصفات. يبقى لابد ان يبحث، لابد ان يلتمس سبيلا الى الترجيح. طيب يعني ايه؟ قالك ممكن ياخذ بقول الجمهور، الكثره الكثيره من اهل العلم فيه يخليه مع هذه الكثره لان يغلب على ظنه ان الصواب محكم. طيب في سكه في سكه ثانيه، اذا كان امام رايين لاثنين من المعاصرين مثلا، الترجيح بينهما بالاورعيه والاعلميه، ايهما اورع وايهما اعلم؟ ترجيح الشاطبي رحمه الله. طب كيف يعرف هذا؟ قال يعرف هذا بالشيوع والاستفاضه، السنه الخلق اقلام الحق، ان يستفيض من الناس وان يشيع بينهم ان فلانا اعلم او ان فلانا اورع. طب في سكه ان ياخذ بالاحتياط، ان ياخذ بالقول الذي يجعل عمله مقبولا من الجميع وصحيحا عند الجميع، ليحتاط ليستبدى لدينه وعرضه، فان من حاب حول الحمى يشير ان يوقع. يعني في النهايه فيه هوم وورك لازم يعمله المستهلك، فيه جهد لازم يبذله عشان ينام الليل مطمئن، يحس ان هو ارضى ربه عز وجل، استفرغ وسعه ولم ياخذ دينه لهوا ولا عبا، اخذ دينه جدا، اخذ دينه بقوه واخذ دينه بجديه، واستطاع ان يصل من خلال جهده البشري البصير الى الوضع الذي يطمئن معه انه يقيم حكم الله عز وجل. في هذا ياتي استفت قلبك وان افتاك الناس افتاك، تاتي فتيا الخروف في هذا. شخص سال مفتيه فافتاه على نحو معين، حسب سبواه ريبه، حاك في صدره شيء من فتوى هذا المفتي، لا يزال يسأل ثانيا وثالثا الى ان تنتفي الريبه وتتحقق الطمأنينه. الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه. مش معنى هذا انك تعمل في عالم الفتوى شوبنج اراوند وانك تقفز من مفتي لثاني، انت كده إذا كانت مسألة بقى دردشة، مسألة يعني سلاوة،
وتنظيم أوقات فأنت بتضر نفسك، ستدخل نفسك في أمواج من الوساوس والهوادث والبلابل والقلاقل لا قبل لك بها ولا طاقة لك بتحملها، ولا تأتيني حالات من هذا النوع أحس أن الشخص أدخل نفسه في محرقة بسبب يعني كثرة القفز من مفتي إلى مفتي وكثرة التنقل من موقع إلى موقع ومن مدرسة إلى مدرسة. لا، والمستفتي يختار أعلم من يظن وأورع من يظن ويستفتيه ويعمل الفتوى، إلا إذا بقيت في نفسه ريبة فلا يزال يستفتي ليدفع هذه الريبة، أما إذا كل الريبة لم يتعبده الله عز وجل بأكثر من هذا. ومن ثم يقولون العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من تفتاه. فقد يكون في مسألة مالك واللي بعديها بعد نص ساعة شبه وبعد ثلاثة أربع ساعة حبيب وبعد ساعتين مشيش عارف كذا، لأن الله لم يتعبده إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل كل واحد من هؤلاء عن حكم النبي محمد، هو ملوش ليس له خصوصية صلة بسين أو بصار أو بزيد أو بعمر من الناس، هو يسألهم عن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، وهذه توسعة من الله على المسلمين ورحمة منه بالبلاد العزيز. الشيخ he said that as far as we discussed that مسائل الاجتهادية, the issues that's open for discussion of the scholars and has various views, the main rule is that people should accept each other, accommodate each other, forgive one another, and get along with one another. The other issue that مسائل العقيدة, the dogma and doctrinal issues, the main rule is that people should try their best to find common ground in between them, so they can work together rather than fighting against each other. That would destroy everything. Now, part in here that we need to focus on is that what a layman, a mustafti, somebody who is seeking the answer for a question, a fatwa, you have a question and you don't have that much knowledge, but you end up having so many views and so many directions and so many people answering differently. As an example, the issue of niqab, somebody, you know, you may ask this sheikh who would say it's fault, you have to do it. You may ask another sheikh who would say sunnah. Just as an example, so many other questions. And we have different answers. What should this person do? It's not right that we say let him choose what he likes. Because deen is taklif, is kind of Allah subhanahu wa ta'ala is requiring the person to do some things. It's not that you do what you like. Deen came mainly to take the people outside of their desires and to make them true servants of Allah. So they should follow, they should fall under the servitude of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not right that we tell him, go choose whatever you like, whatever you desire. Now he should do some homework. He should exert some effort trying to find the truth. And the clear example or similitude for that is like a sick person. And that happens a lot to everybody. If somebody is sick, and then you go to a physician, and he will give you certain diagnosis, and then you go to another one, it might be different. He will give you something different. And you end up, you are a lay person as far as medicine. You don't know much as far as medicine. What should you do? You end up having more than one diagnosis, more than one view, and you are a normal person, layman, you don't know much about medicine, and at the same time, your help is valuable to you. What does a person like this do? Usually, he will exert some effort. He will put some effort in there, and he will do some homework. Usually, he will say, let me go to a more knowledgeable physician, reputable physician, let me go to a better, you know, an institution. He will try his best to get the truth as far as his case, because it's something important for him. Now it is the same thing as far as the religion. Your religion should be important to you. You shouldn't take it
لهوا ولعبا. It's just like jokes and playing around. You should take it seriously. You should take it with قوه, with power, as far as your religion. So what could be the solution for someone like this? Somebody is confused, so many answers. We have to give him some clue. How should he do? Now we have a few clues in here, a few suggestions for him. One way, somebody might follow رأي الجمهور, the vast majority of scholars. Usually the truth could be, or usually is closer to the view of the majority. So that's one way you might go by the view of the majority of scholars. That's one way. Another way, what if I have two contemporary scholars, I ask them, and they have two different views. How should I give the answer or try to give the truth? Imam al-Shatibi, he gave us the criteria for that. He said, look for the one that has more piety, who is more righteous and faithful, and the one who has more knowledge. He is more knowledgeable and he is more faithful and righteous. How can we know that somebody is more knowledgeable or more righteous? Because this is a valid question. This is known through Shuyu and Istifada. It is something common. People know about that. And it is said that the tongues of people are the pens of God. Allah subhanahu wa ta'ala, you know, people, if people are talking, usually if people are talking good about someone, vast majority of them believe good about someone, then most likely he is good. This is one way to do it. Do we have any other clue? Yes, you still have any other clue in the middle of those of confusion? Is that you, you should do your best to follow one way, that if you do this thing, there is an agreement amongst all the scholars that you are fine, you are right. So if you do it this way, or Abu Hanifa or any other imam would say no, that's invalid. Now try to do, to adopt the way that all of them would agree, all the views would agree that you are fine if you do that. At the end, you have some homework to do, so you will be, you have this peace of mind that your religion, you're taking your religion seriously and not just like going by desire. In the same way, you're looking for the best physician for your health when you are confused amongst different diagnoses. And here comes the step to qalbek. You ask someone, even though you trust him and everything, but after you get the answer, you might still doubt this answer in your heart. Here comes the role of the hadith, step to qalbek, seek or solicit, you know, look at your heart and see how does it feel towards this answer. If your heart is still not 100%, you know, peaceful towards one way, then in this case, and only in that case, you might continue to ask to do your homework until your heart is fine with what you got at the end. Now you are taking your religion seriously and you are doing it the right way. That's different from somebody who is just shopping around for fatwa. He goes from one website to the other, from one shape to the other. He is trying, he is looking for some specific thing that he is trying to take. Whatever he finds, he will take it. That's somebody who is not taking his religion seriously. If we adopt this recipe, that should be enough to make us avoid so many other unrest and confusion and disturbance in our life. The Sheikh said, I received some cases with some people who are completely confused. They go here and there, and now they end up having all of these views, not knowing where to go. If you follow this recipe, that should give you the solution. And he ended up by saying, the lay people who do not know what mazhab is and what is the rule of that, and they didn't study it, they don't know much of that, their way will be the way of their mufti, of the one that they ask. So they may be asking that sheikh, and that sheikh would give them the view that he think. It could be Shafiri, and he asked another sheikh, it could be Hanbali or Hanafi or whatever. So the way of the person who does not know, the lay person, is the way of his sheikh or the one who gives him the answer, because he's not qualified enough to follow one way or look at one way or adopt one way. من المسائل المهمة التي نتحدث عنها لكي نختم بها الحديث
في دائرة الخلافات الفقهية والعقلية من تقرب على هؤلاء إلى دائرة الخلافات السياسية والمنهجية. تجنب الاستفزاز في الخطاب الدعوي وعدم نقل الخلافات الاجتهادية إلى المنابر العامة. القنوات الفضائية غير شغالة على صناعة الإثارة. صناعة الإثارة للمهنية الإعلامية. لكن لا ينبغي أن يستدرج أهل الدين للدخول في مثل هذه الشعاب والتعرض لمثل هذه الأحارق وشغل الناس بقضايا فروعية اجتهادية وإغراء العداوة والبغضاء بينهم. إن هم يحبوا أصحاب الفضائيات يحبوا اللقاءات الساخنة والحوارات الساخنة حتى لو اتنين ضربوا بعض ودمجوا وهم مبسوط جدا عمل خطة إعلامية. فإحنا بنقول القضايا الاجتهادية ينبغي أن تناقش داخليا في إطار داخلي لا تنقل إلى المنابر العامة، فإن هذا أعون على احتوائها وأعون على الانصياع للحق عندما تظهر دلائله وأعون على البعد عن التحدي الذي سوف يثيره الشيطان الرابض وراء جنود البشر يحاول أن يحفزهم إلى التحدي إلى العناد إلى المعارضة لكي تعينه على نفسه لكي تنصره على شيطانه. خلي خلافاتنا تحتوى داخليا خاصة إذا كانت هذه المنابر ليست ملكا لأهل الدين، ملكا لخصوم الدين، ملكا للعلمانيين، ملكا لدعاة الفصل بين الدين والحياة الذين يشدون الغارة على الدين وعلى المتدينين. فأن تنقل خلافاتك إلى منابرهم وأن تمشي غسيلك على هذا النحو بهذه الصورة وتدع عوام الناس يفتنون هو إيه الموضوع؟ هو الأهل دي مش عليهم يفتنوا على رأي ولا على موقع، هو الدين كله بلا خلافات ومشاكل، هو فقه النكت، كل ما نقول قضية مش لاقيين فيها موقف ولا رأي ولا سكة واضحة ولا طريق بين، يعني فتنة الناس. فمن المسائل المهمة إن الخلافات هذه احتواؤها داخلي عدم نقلها إلى المنابر العامة. في المنابر العامة يتحدث الناس عن المحكمات والجليات والقطعيات عشان الناس يتذكرون تزكية النفوس وتطهيرا للقلوب وتصفية لها من الشوائب والأكدان ونحوها. فهذا هو طريق الإبناء الصحيحة التي أرجو أن نستوعبها في خضم الفتنة التي تشتعل نيرانها في جسد أمتنا في واقعنا المعاصر. شبه الرجل قبلنا وننتقل بسرعة للجزء الثاني عشان نفتح باب بعد هذا لفرصة أكبر لحوارات ومناقشات وتعقيدات. So the Sheikh said the conclusion for this section of our talk, and it's mainly as far as the khilafat ijtihadiyya disagreements, as far as religious issues, that's open for discussion, or even khilafat aqadiyya, it's mainly religious disagreements. This is the first section before we talk about the political disagreements. He said as far as this, one of the rules is that that should be discussed academically within closed circles, not to be taken out to public outlets like the media outlets and the satellite channels, because the job of those channels are mainly to make, you know, suspense and to make, you know, people try to challenge one another, and that's what they are after. So the people of religion and scholars should not be taken to that pitfall and that trap in there, because that's, it's not meant for that. What we should really discuss on those public ways of this of reaching out to people should be mainly the things that are agreed on, the things that are decisive, the main things of Islam, for example, or the main issues that Ummah Muslims agree on, not the issues that people would disagree on. Because one of the goals of the owners of those outlets, for example,
is that they should they are trying to show the laymen, the regular people, that here is the deen and here are the people of the religion who represent the religion. There is not a single issue that they can even disagree on. So the people end up being confused. They be confused even about the religion. They say, if those are the religious people and they cannot even agree about one issue, then it looks like the deen itself, the religion itself, is not probably a possible way of getting people together. So the golden rules for those issues that's open for discussion, as we agreed on, Masail Ijtihadiyya, should be within closed circles, within conferences, within ways to confine them and deal with them. But the right way to build and the right way to move on and the right way to reach out to people is that we should, when we talk publicly, we only talk about the things that are agreed on and decisive. الجزء الثاني إن شاء الله الذي نحاول أن نوجزه في كلمات قليلة، لأن الحقيقة لو أردنا أن نفرد القول فيه نحتاج إلى وقت طويل جدا لأنه أطول بكثير من الجزء الأول، لكن نحاول كمن يحدق بالطائرة في سماء مدينة كبيرة واسعة يلتقط بعض اللقطات منها بعض اللقطات، وإن شاء الله نعلم خلال الحوار والمناقشات والتعقيبات نستكمل بها جوانب الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله. في بعض المعالم المعارضة السياسية ليست احترافا عندنا، مش واحد شغلانته الشريك المخالف. المعارضة ليست مهنة وليست حرفة. أنت لا تعارض لذات المعارضة، أنت تعارض لأنك ترى منكرا تريد أن تنكره، أليس كذلك؟ لو حبينا نحط قضية المعارضة في إطار ديني ماذا نقول عنها؟ إنكار ممكن، احتزاب. يعني فينبغي كما تقول للمسيء أسأت ينبغي أن تقول للمحسن أحسنت. فهذا هو التوازن في التعامل مع المشهد بصفة عامة. وأنا لو أنا كل حاجة بقول غلط مش موافق مخالفة مش يصدقني بعد شوية، إن وضاني هقوله غلط، إن الجسمي هقوله غلط. طب الفرق بين التوضيع والتنجيس؟ لازم بحاجة صح وحاجة غلط. فلما يعمل حاجة صح قالوله صح أحسن. وإحنا بنعمل كده بره، لو حد أي واحد من رموز أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو غير المسلمين لو إنه قال كلمة كويسة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في حق المسلمين بنبروزها وبنكبرها وبنعمل لها فوكس وبنسمعها للناس وبنعمل لها ما شاء الله يعني من تسويق عام جيد. ينبغي أن تكون هذه قاعدة، أن نعتقد أن المعارضة ليست احترافا وليست مهنة يتقلدها بعض الناس، إنما هو موقف شرعي تجاه بعض المنكرات. أن تحتسب على أصحابها كأنك تقول لو اتق الله فإن هذا لا يحل لك، أو اتق الله هذا ليس في مصلحة جماعة المسلمين، المصلحة في الكيد والكيد والكيد والكيد. دي لقطة في هذا الموضوع. اللقطة الثانية، التخلص من التشوف إلى التصدر والتشوف إلى الزعامة. أنا أتكلم على خلافاتنا الداخلية داخل البيت المسلم. مسألة التشوف إلى التصدر والتشوف إلى الزعامة آفة من الآفات اللي أدت إلى تعدد الجماعات وتعدد الأحزاب، كل واحد يريد أن يكون رأساً وأن يكون صدراً وأن يكون زعيماً وأن يكون إماماً. هي تحتاج إلى تربية نعالج فيها هذه التصدعات وهذه التشوهات. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي ونمامة. فنعمة المرضعة وليس بالفرق. ما من أمين يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يبقه. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أدركت 120 من الأنصار في المسجد ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ما كان منهم من مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الكتب.
الصحابة مش بيتصارعوا على انهم يطلعوا المنابر وبيتصارعوا انهم يقدموا الفتوى للناس، كل واحد كان يحيل الى الاخر. ادركت 120 من الانصار في المسجد ما كان منهم من محدث الا ود ان اخاه كفاه الحديث، ما كان منهم من مفسد الا ود ان اخاه كفاه الفتوى. مش بيتخانقوا على المنابر، مش بيتخانقوا على تصدر المجالس. الواحد لو اتخذ منه دور ليه واعطي الاخر ربما يزعل ويجد في نفسه ويحتقر وكذا وكذا. وبعدين هم ليه كانوا؟ لماذا سيطر عليهم هذه الروح؟ لانه يعرف انه مسؤول امام الله عن كل كلمه يقولها، سواء في مقام البلاغ عن الله عز وجل او في مقام الحلم والحرمه. المسألة مسؤولية عظيمة جدا بين يدي الله تعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. استشعار هذه التبعة وهذه المسؤولية، فالناس تتهيب من التصدر ومن تصدر المجالس ومن تسنه المنابر ونحو هذا. الحقيقة تحتاج إلى ترضية، إلى تزكية، يعني إلى علاج، فتجعل المسألة قائمة على الإيثار مش قائمة على التنافس والتزاحم والمماكسة والشغب. ومن ثم تزكية النفس، تعريف يعني عن الشخص يتقدم يعني موقع قيادي لازم يقول عنده كواليفيكيشن وعنده كذا وعنده كذا. ينبغي ان يختصر من هذا على القدر الذي يلزم لاداء هذه المهمه فقط، لان الله قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. الله قال الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكريم. استثناء فقط انك تذكر ما يلزم لهذا الموقع، زي سيدنا نبي الله يعني كقصه نبي الله يوسف عندما قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ما قالش إني مليح وسيم. سيدنا يوسف كان أجمل الناس، بس فيش علاقة بين الجمال وبين الوظيفة دي، يبقى دي يعني تستبعد لأنها لا علاقة لها. ما قالش لأني حسيب نسيب، وهو ولو قال لصدق، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، صح؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، بس برضه ما لهاش علاقة بموضوع الوظيفة. فاختصر على القدر اللازم فقال إني حفيظ عليم، أنا كواليفاي في هذه المهمة وقادر أقوم بها على خير وجه. دي إعادة تشكيل للنفسية المسلمة، النفسية التي مش بتتزاحم، بتشاغب وتنافس في مقام التصدر يعني والتزاحم. لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها عن مسألة وكيلك إليها. لا تسأل الإمارة إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها بمسألة وكيلك. أنا بتكلم على داخل البيت المسلم، مش المزاحمة مع خصوم الإسلام ومع خصوم الشريعة، ده باب من أبواب الجهاد عندما نتوفر أسباب. كلم حالة داخل البيت المسلم،
العلاقات الدعوية الداخلية داخل البيت المسلم ينبغي أن تحكمها هذه الروح، لأن النفوس عندما تتربع على هذا النحو تختفي أيضا مشكلات كثيرة، وسوف تتوارى احتقانات كثيرة مع غياب هذه الروح التي ينبغي أن نعالجها في نفوسنا جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يرحم التوفيق والسلام والرشاد، إن شاء الله تعالى نستمع إلى تعقيبات وأسئلة ومناقشات، أرجو أن يكتمل بها عقد الحديث في هذه المسألة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. The final part, inshallah, as far as the translation, second part of the discussion is the political disagreement. How should we do, how should we work with that? That actually needs a lot of time, but we will just try to take an overview, like an airplane, you know, flying over a city, just one shot from here and one shot from there. The Sheikh started by taking the first snapshot. He said, opposition is not a profession. You do not just go to take this position and always oppose. Always oppose, no matter what. What does opposition come down to? It comes down to, as far as religiously speaking, it comes down to forbidding an evil. You think and you see that something is wrong, and you're trying to stop it, so you oppose it. So it is an ihtisab, or it is forbidding an evil, which is one of the Islamic principles. So having this in mind, in the same way you oppose something, you oppose the evil and wrong, and you say to the person that you think is wrong, you are wrong and this is wrong, you should be fair enough to also say when he does good, you did good. Because it's not always opposition for the sake of opposition, otherwise you lose your credibility. If you always say that's wrong or you oppose regardless. We adopt this view, or we adopt this way, even when we deal with non-Muslims, people who disagree with us in so many things. Many times when someone says something good about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, for example, we take it and we highlight it and we focus on it. And that's right, there's nothing wrong in that. But we should deal in the same way with Muslims. We oppose for the principle. The principle is that we believe this is wrong, so we oppose this. But if the person does good, we also say you did good. And that's mainly to achieve the interest of the group, of the Muslims, of the Ummah, the community. That's for the sake of them being one community. The second snapshot the Sheikh says, is that we should get rid of looking up for leadership, that we should be in the front, that we should be leading. This is one of the sicknesses and diseases that inflict the Muslim communities, that everybody wants to be the imam, the leader, the president. Everybody is looking for that. And things will not work like this because they end up fighting or competing with each other. And he quoted a few ahadith from the Prophet ﷺ when he said, you will, the Prophet ﷺ is saying, you will be eager to be the leaders, to be the emirs, to take the leadership, and it will be on the day of judgment for you disgrace and remorse and regret. And he said, everybody who is taken, who is in charge, even of three people, he will come on the day of judgment with his hands, either his fairness with running the affairs of those three people will set him free, or his oppression will make him tied and handcuffed. And he also quoted this Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Abi Layla, when he was saying, I witnessed 120 companions of the Ansar, of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, of the Ansar in the masjid. And every one of them would hope when he received the question that his brother would be the one to answer it, not himself. If he is requested to say a hadith, then his brother would be the one to say it, not himself. They would always prefer others over themselves, not taking the leadership or not taking the front position. Why should we adopt and try to follow this desire, this spirit and this inspiration?
Why should we do that? It's mainly because we will be held responsible in front of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what they do. They understood it. Those companions and those Ansar, they understood this, that they will be held accountable in front of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who says, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولًا, brought them because they will be questioned. And he said, we will question those who have received the mission of the messengers as well as the messengers themselves. And we will relate to them and tell them everything that they have done with full knowledge, because we were not absent, and the criterion on that day will be the truth. So we should feel the responsibility and of taking a leadership or being in the front. We should prefer one another rather than competing with one another and trying to win the race. And the example of the clear example of that of Sayyidina Yusuf alayhi salam, when he was claiming a position at certain time that he thought he is the one that he is fit for it. So when you apply for a job or something, you usually talk about what is needed, the qualification needed for that job. You don't talk about everything, including those things that are not needed. And he said, Sayyidina Yusuf alayhi salam, put me as the treasury, because he said, I am Hafidun Alim, I am somebody who get the knowledge to do that. I have the knowledge to do that. I keep records of things and I have knowledge to do that. He could have said, and he is true, that I am handsome and I look good. And he was, you know, very handsome, half of beauty, and was for Sayyidina Yusuf. But he didn't say that because it's not needed. He could have said, put me there because I am from that noble lineage. And we know for sure he is, according to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Kareem, the son of Al-Kareem, the son of Al-Kareem. He is noble, son of the noble, son of the noble. He is a prophet, son of a prophet, son of a prophet, son of... So, but that's not needed when it comes to this job. It's needed. What's needed is the qualification for it. So we should redefine and reform the Muslim psychology. We should, you know, it should be based on those Islamic rules. One of those rules is that we shouldn't ask to be leaders or to be in the front, because in the hadith, whoever asks for it, he will be, the help of Allah will not be there. He will be just left for himself. And the one who is being asked to lead, he didn't ask, but he was asked by others to lead, or requested by the others to take the lead, Allah's help will be with him. So this is very much needed when we deal within the circle of Muslim work amongst each other. That doesn't include Muslims taking the lead to oppose those who oppose the religion, those who fight against the religion, those who do not want Islam and Muslims. Actually, no, in this case, taking the lead is one of the ways of jihad, and the person will be rewarded for that. But we are talking mainly about us amongst each other as Muslims, that we should prefer one another, rather than competing and fighting against each other. And the Shaykh concluded at this point, and he said that the door would be open for questions and comments and things like that. Now, do you want انا اسالكم يعني تحبوا نروح على العشاء ونرجع مثلا بعد العشاء وكذا او بعد الاكل ولا نبدا do you want to start questions and comments right now or we go for the food and come back no اي واحده دي so if you want to go to the food now raise your hand you want to go to the food now no I think the majority want to get the question تفضل يا شيخ the woman is not eating مش هيموت ما فيش كل ده ايه they are not or they are they not I mean I when I came to try the children the hospital that's what we want اتفضل يا الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة عمل من رعاع أمة لتطهر العالم لفتح العالم 23 سنة ما أكثر من العلماء الآن القرآن موجود إيه الوصفة؟ يعني المفروض إن في وصفة إن أنا بعد 23 سنة أشوف واحد من دول يقول لحاله
إيه يعني لابد يكون في وصفة العلماء المسلمين يجتمعوا ويودون ذكة بإن حيث اللي هو المشوار اللي مشاهر المشوار في 23 سنة يعني يعملوا 30 سنة يعني 40 سنة إنما إحنا بقى كان من القديم يعني الناس يعني أنا يحزنني صحيح النقاب أو مش النقاب وفي 250 ألف بني آدم وأطفال قتلوا العامين اللي فاتوا السنة اللي كانت على وأنا لسه بناقش في النقاب ومش النقاب يعني حتى لو كنت بتجيلي والله أنا يعني عايز واحد من الصغارين دول انا مش عارف يعني عمره ما كان يعمل كتير خلاص الحمد لله قفلت انما محدش علمني وانا ولد صغير من كنت في الصغر وان الرسول عمل يعني الرسول بلا شيء بلا امكانيات عمل امه عظيمه وتكون شهداء على الناس ورسول الله عليه كل شيء والله هذه زفرة ألم ونحن جميعا نشاركه في هذه الزفرة كلنا نتألم كما تتألم ونتأوه كما نتأوه ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى كما ترجو إن شاء الله وكل هذه المحاولات الجلسات محاولة لترشيد العمل الإسلامي تصحيح أخطائه وتصويب أغلاطه وتقويم مساراته دعوة الاجتماع الكريمة إلى ترشيد الخلاف إلى ترشيد العمل الدعوي إلى إحياء الربانية في نفوسنا إلى معالجة أمراض النفوس إلى استفاضة البلاغ بحقائق الدين الدعوة إلى تزكية الأنفس وتطهيرها موجودة خطوات سيدي يعني خطوات مع الطريق لكن يعني لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه نحن نعمل في إطار المقدمات أما نتائج بيد الله عز وجل نحن نجتهد في علاج أمراض أمتنا أشكو وفي فمي التراب وإنما أشكو مصاب الدين للديان يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان أشكو وفي فمي التراب وإنما أشكو مصاب الدين للديان يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان فنحن نتألم مما تتألم منه ونتأوه ونتوجع مما تتوجع منه وظهورنا هذه بمحاولة للتخلية والتحلية أننا نعالج أمراض أمتنا وعلمها من ناحية ونجعلها تتحلى بالفضائل والمناقب الإسلامية من ناحية أخرى ونحن على الطريق ونحن نؤمن إن تنصروا الله ينصركم إننا إذا حققنا مقدمات الإيمان الصحيح فلا بد أن تأتي النتيجة الصحيحة الموجودة في كتاب الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين نعم وكذلك من المؤمنين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم لو سأل النساء لماذا قد ولد الإيمان ثم تخلف عن هذه الأمور لا دي معادلة عايزة منا إعادة نظر لا بد أن في إيماننا دخل وفي إيماننا شوائب وفي إيماننا نقص وثلمة اجعلنا غير مؤهلين لمولود الله عز وجل فنشتغل على المقدمة هذه نعملها مينتنس كويس جدا عشان نكون أهل لتنزل رحمة الله وبركاته من خلال استخارة البلاغ ومن خلال الدعوة للترشيد والتصحيح والتزكية والتقويم فواحد يقول لي يعني هم الفريق الثاني أقرب إلى الله منا يعني عايز تقول لي العلمانيين اللي هم كسبوا الجولة هم أقرب إلى الله منا عايز يقول إن بني إسرائيل اللي هم كيد وكيد وكيد والله بيحرك العالم كله أفضل الله من المسلمين لا ليسوا أفضل الله من المسلمين زي ما بالضبط المشركين يوم أحد لم يكونوا أولى بالله من محمد وأصحابه
ولم يكونوا أرضى لله محمد وأصحابه، أليس كذلك؟ لكن يعني هؤلاء يكونون صوتا في يد القدر، الله يجلب به من شاء من عباده إذا أراد أن يوقظهم، إذا أراد أن يردهم إليه ردا جميلا. يعني فهم أداة في يد القدر، يصوب الله بها من يشاء ويوقظ الله بها من يشاء وتبقى العاقبة للتقوى. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد كانوا أولى بالله من المشركين، أليس كذلك؟ كانوا أرضى لله من المعسكر الثاني، لكن الله أدان هؤلاء على هؤلاء ليبتليهم، ليطهرهم، ليصفيهم، ليجتبيهم، ولله في كل ما يفعل الحجة الدائرة والحكمة. فاجتهد مع ما يا سيدي أن تسعى مع الساعين وأن تجتهد مع المجتهدين في توسيع رقعة الخير ما استطاع، وفي تقليل رقعة الشر ما استطاع، وبدلا من أن نلعن الظلام نجتهد في أن نشعل شمعة. العالم الإسلامي الآن يكاد يحترق من أقصى إلى أقصى، مطلوب من كل منا أن يمسك الكوب من الماء ثم يسكبه فوق هذه النار المشتعلة من غير أن ينتظر ماذا فعل. Yani I think it's better to get as many questions as we can, inshallah azza wa jal. And maybe the question will the answer will address this question, inshallah. So let's keep the, you know, make the question short, and the Sheikh also I'd request the Sheikh, inshallah, to make it to the point, inshallah. Do we have any questions? We're trying to give the as much benefit as we can from the Sheikh, inshallah. What are the topic? Well, that was a topic, it was not a question. It was the same thing that we talked about, yani concerns about how can we work together, and the I think the answer was the محاضرة يعني. يا يعني إن خلا يسأل فيقول عندما تختلف على الأستاذ في الدواء المشتري لماذا لا نأخذ فتوى الأيسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إن اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. المشكلة إن أحدهما إثم، اللي يقول لك حرام وحلال، الخلاف ليس بين بدائل مشروعة. لو قال خلاف بين حسن وأحسن، فاضل ومفضول، يأتي مسألة عين. إن واحد يقول لك الربا حرام والثاني يقول لك الربا حلال، فأحدهما إثم. يعني ما ينطبقش هنا قاعدة يختار أيسرهما لأن هذا الحديث ما لم يكن أحد الطرفين يؤثمك، يقول لك أنت تبقى مرتكب جريمة لو أنت أكلت الربا، واحد يقول لك اسم خير، فلا تحمسنا أمام بدائل متساوية في الحلم فنختار أيسرها وأخذتها. أنا بين خيارين متناقضين، أحدهما يحرم والآخر يحرم، فهنا لا ينطبق الحديث، يعني اختار أيسرهما اللي مش شرط يقول لك ما لم يكن. The question Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said on the Quran, he said that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, whenever he is given the choice between two things, he would go to the easiest. Why don't we apply this when we come to the religious question? We always go for the easy one. The Sheikh said that rule and that question and that hadith applies when we have different alternatives. One is good and one is better. So none of them is good, none of them is sin. The hadith mentioned here, as we talk about the religious fatwa, one of the fatwa, like for riba, interest, one would say you are committing one of the major sins, and the other one say it's okay. So now the hadith mentioned at the end, when the Prophet is given the choice, he will choose the easier of them as long as it does not involve a sin. So in this case, it does involve a sin, because one of the ways or the views will be telling you that if you didn't do that, you are doing wrong. You will be committing sin. So it's different from the choice between, you know, different choices that does not, all of them do not involve anything wrong. And then some always go for the easy in this case. Hold it. So.
اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم صل على شفيع المؤمنين وحبيب رب العالمين اهدنا يا رب سواء السبيل. اعتقد اي يعني ايها الحبيب ان لله واعظا في قلب كل مؤمن. ان لله واعظا في قلب كل مؤمن. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان الذي ينشئ الايمان في قلوب المؤمنين بالله عز وجل هذا هو النور الذي يستهدي به العبد في واقع الفتنه والظلمه. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. ويبقى دور علماء الأمة الربانيين في مساعدة هؤلاء على تلمس طريق الحق واجتناب طريق الباطل من خلال عن أن يكونوا بالمرصاد لكل فتنة تطل برأسها فيستفيد البلاغ من خلالهم بالحق. كان ابن عباس يقول إن الشيطان لا يحب هلاك أحد في الأرض أكثر مما يحب هلاك. قالوا له ولما؟ فقال إنه لا يتبع البدعة في مشرق أو في مغرب فتصل إلي إلا وقفت لها وأنكرتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من الربانيين ممن بقي على عهد الله وميثاقه من أهل العلم أن يكونوا بالمصاب لكل فتنة أو لكل باطل تنبغ رأسهم في الأمة من ناحية. ويبقى أن على الحق نورا وأن للحق وضاعة وبهاء وجلالا وأن سماسرة القوم ومن يبيعون دينهم لعرض من الدنيا ومن يكون دين أحدهم كلعق على لسانه لم يجعل يعني يجعل على كلامهم ظلمة ويجعل على وجوههم ظلمة ويجعل في سلوك المخالفين لهم ما يكتشفون من خلاله الحق من الباطل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ستأتي فتنة الدجال أعظم من هذه الفتنة بكثير. دجال عنده خوارق يعملها يأمر السماء أن تمطر فتمطر الأرض أن تنبت فتنبت يقتل وينه ثم يحييه يذبحه يقطعه اثنين كده ويناديه عليه يرجع ثاني يتكلم بيحكي. ورغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ أن كان أم غير قارئ. يعني وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبينهم أو تحقيق وتصديق لهذا المعنى. عندما أخذ الشيخ بن طول رحمه الله عليه عندما أخذ الفتوى الخطأ بتاع فوائد البلوغ وهو كان يومها مفتيا اليوم التالي أكثر من 150 عالم من علماء الأزهر من داخل الأزهر من داخل نفس المؤسسة وقعوا على فتوى جماعية من هذا الكلام باطل. طلعت قرارات المجامع الفقهية في منظمة العالم الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي كلها تعقبت هذا الكلام وردت عليه. شيخنا القاضي وحفظه الله كتب كتاب فوائد البنوك في الربا الحرام. يعني انهلت اقلام علماء الامه في كل جهه لكي تقول ان هذا باطل. فلم يترك الله اهل مصر وما غيرهم في يعني عماية حسب في بس قول واحد هو الذي يصل الى اسماع الناس. لا لقد وصل الى اسماع الناس هذا ووصل الى اسماعهم ما يدحضه ويبطله ويبقى بعد هذا المرء مسؤول امام ربه عما يختار نفسه مما يستبرئ به دينه وعرضه. الله. The question about how can the person differentiate between the true scholars and those who you know they follow the rulers or they are not true. The Sheikh said it's mainly the light of Allah subhanahu wa ta'ala that he will give and the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala he will give and he will give it only to the believers. He said, oh, you will believe if you fear Allah and have taqwa to Allah and be conscious to Allah, he will give you the criterion. He will give you the scale of the criterion, the standard that you'll be able to walk with it. And he said in the other ayah about the dead that Allah subhanahu wa ta'ala give them life and give them light to be able to differentiate between right and wrong.
So they work with people like the difference between them and those who are not, who are misguided, just like the difference between somebody who is alive and somebody who is dead. And on the other hand, it's the job of the true scholars to always stand for the truth and clarify for people and tell people what is the truth. And those will always, bifadlillah, will always be available because Allah subhanahu wa ta'ala will never intend to mislead people or misguide people or block guidance from people. It will always be available. This will be available and the other will be available, and then the person is left. He can choose this or that. Just as an example, what happened with the wrong fatwa from the Shaykh, may Allah have mercy on him, the Grand Imam of Al-Azhar, the late Grand Imam Shaykh Qantawi, when he said it's the interest of banks of halal or legal. The next day, from Azhar itself, 150 scholars collectively issued a fatwa and signed it that this is wrong, and what he said was wrong, as well as other congresses and conferences and other Muslim institutions and other scholars. So Allah subhanahu wa ta'ala will never leave people blocked from guidance. He will, Abbas, for example, he gave us the example for that, and he said that Shaytan doesn't hate anything like he hates my existence, or does not love anything like he loves my death. And he was asked, why do you think likewise? He said, because whenever I hear of anything that's against the Islam, against the Sunnah, something bid'ah, something innovation, then I stand against it with the truth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the ilm, with the knowledge. So that is a duty of the true scholars to always clarify to people and make things clear for people. I make a motion in here that we stop, inshallah. سؤال حول زكاة الأسهم. يعني أولا نعرف ما هو السهم. السهم حصة شائعة في رأس المال. والفرق بين السهم والسند، إن السند دين على الجهة المصدرة للسند. السند ليس فيه إيجار أو استثمار، السند ده قرض ربوي تلتزم به الجهة المصدرة له أن تدفعه مع زيادتها الربوية بعد مدة معينة من السند. اقتراض من الحكومة، اقتراض من الخزانة العامة، فالسندات ديون، فإن كانت ربوية وهي غالبا كذلك، فهذا مجال مغلق أمام المسلم ليسته وإخوانه. لكن السهم حصة شائعة في رأس المال. طيب كيف يزكى؟ يزكى رأس المال. يعني طيب كيف نخرج المال الزكوي؟ العامل بتاع الزكاة، مأمور الزكاة، محاسب الزكاة، ازاي يقول لي هذه الموازنة الزكوية؟ آخر السنة ينظر إلى الشركة، فينظر إلى ما عندها من أموال نقد، ثم إلى ما عندها من بضائع يقومها بقيمة النقد، ثم ما لها من ديون مرجوة للأداء يضيفها إلى ذلك، ثم يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون، فالذي بيطلع في النهاية هذا هو رأس المال الزكوي. مقسم على أسهم، فكل سهم يزكي حصته. يعني بنطلع الميزانية الزكوية اللي عبارة عن النقد، عبارة عن البضائع التي تقوم بقيمة النقد، عبارة عن الديون التي لهذه الشركة على الغير، يطرح من هذا المجموع ما عليها من الدين، الباقي هو رأس المال الزكوي مقدار 2.5 في المية. طبعا يستبعد من هذا الأصول الثابتة. يعني الميزانية اللي بيطلعها المحاسب مش هي الميزانية اللي بيطلعها مأمور الزكاة. المحاسب بيحسب كل حاجة، لكن عامل الزكاة مأمور الزكاة، الزكاة بيخرجها عن رأس المال النامي وليس رأس المال الثابت. يعني لا يدخل في حساب رأس المال الزكوي العربيات اللي بتنقل الموظفين،
الثلاجات اللي بنخزن فيها البضائع، المكان اللي بيجلس عليها الموظفين، الكمبيوتر، ادوات المهنه، الماشينز، كل ادوات التجاره، راس المال الثابت ليس مالا زكويا. المبنى، البنايه، المخازن بتاعتها ليست مالا زكويا. راس المال الزكوي النقود، البضائع، المواد الخام اللي بتستخدم في التصنيع، عند كل امام شركه تصنيع يعني، الديون اللي ليها عند الناس، ينطرح الديون اللي عليها، الباقي هو راس المال الزكوي بنضرب في 2.5%. هذه هي الزكاه. يعني بعد هذا في منتهى البساطه تقدر تعرف ايه المركز المالي الحالي لهذه الشركه ومن عليه تزكي. نحن عندما نقوم الاسهم البضائع نقومها بقيمتها الحاضره الان. يعني بنقول احنا الان تساوي كم، ما بنقولش انها من شهر كانت كذا، ولا بعد شهر تبقى مش عارف بكذا، ولا تعرضت لتقلبات. انا بقول اللحظه الراهنه عندما حان عليك الحول، اللحظه دي هي اللي بتطلع فيها الميزانيه الزكويه، راس المال الزكوي. بنطلعه لحظه حوالين الحول. المسائل دي تساوي كام النهارده؟ ثم نزكيها بقيمتها الحاضره ما دام قد بلغت نصابا وحال عليها الحول. ارجو ان يكون كلامي واضح. The Sheikh gave the translation for the zakah, how should we deal with the zakah as far as shares and stocks. And he said that shares, the basic definition of shares, this is one share that's not specific in the capital. So the capital is divided into so many shares and everybody owns or has some one or more of the shares in that capital of that business. And the stocks, he said, it's mainly a loan, and most of the time it's based on interest. The bonds. This is for the bonds. The Senate. The bonds are mainly a loan, and it's most of the time it is an interest based loans. So a Muslim should most of the time, because they are most of the time, unless they don't involve any interest. Usually the Muslim should avoid those bonds. But as far as the shares, how should we deal with the zakat for owning shares? The Sheikh said, let's look at the company. The company will own cash or money. The company will own commodities. And the company might have money that's due on others. Others borrow money or they owe money to this company, that they hope that they will collect it. It's most likely they will collect it. You get all of these and add them to each other, the cash, the commodities, as well as those money that others owe to you and you hope to collect it, or it is collectible, minus the debts that you owe or this company owe to others. At the end, that will give you the capital that you should pay zakat for, or the total that you should pay zakat for. It will be times after 1 year, times 2.5%. That will give you the amount of zakat that you have to pay. So mainly zakat is in the money that's growing, that is profitable, not as far as the assets and inventory. The assets and inventory, they are not subject to zakat. Like what? Like the buses or cars to use for transportation of employees, like computers and machines and whatever is needed for that business to be done, like the building, the administrative buildings or any other building, like the storage. All of that should not be included in the money to pay zakat for. Rather, again, the Sheikh said the money to pay zakat on will be the cash, any commodities, any materials to be used in case it's a company that produces some commodities, plus any collectible debts on others,
for this company, and then the total of that minus any debts that this company owes for others, that will give you the total of the money that you have to pay zakat for. And obviously, the condition is that 1 year passes, you get this amount times 2.5%, and you pay zakat for that. So, هنا بيت بيت للإيجار هل نخل الزكاة عن أصل البيت ثمن البيت أم على العائد؟ لا الزكاة على العائد. كل ما أعد للإيجار لا زكاة في أصله وإنما الزكاة في ريعه. البيت اللي أنت أجرته سعر تشتري تاكسي لو عندك أي حاجة تقوم بتأجيرها لا يلزمك أن تزكي قيمة الأصل الاستثماري لما تزكي عائدة وهذا يسمى في الفقه زكاة المستغلات المستغلات هي كل ما أعد للإيجار وليس للبيع والشراء بقصد الاستباح فهذا يزكى دخله وريعه ولا تزكى قيمة أصله طب شيخ اسمح لي خلينا اعطي الترجمه حتى ما تخطط شباب انت تقول يعني يبدو لي انه اسمع the question that the sheikh received is we own a house and we rent it so shall we pay the zakat for the amount the price of the house or for the rent the sheikh said it's clearly zakat is for the rent anything for the revenue, whatever comes to you out of this building, being it a building that you rent, being it a car that you rent, anything that's being rented like that, the zakat will not be for the main thing, for the thing to be used, but it will be for the revenue that comes out of that. Nazi. لقد قسمنا الديون إلى قسمين. السؤال يسأله أخونا فيقول: لقد ذكرت أن الديون التي تكون على غير تضاف إلى رأس المال الزكي، وهناك احتمال أن هذه الديون لا تحصل. فكيف تضاف إلى رأس المال الزكوي؟ لقد قسمنا الديون إلى قسمين. الديون مرجوة الأداء والديون غير مرجوة الأداء. متى يكون الدين مرجوة الأداء؟ إذا كان على غني مقر. يعني لم يكن المدين معسرا ولا منكرا. فإن كان جاحدا للدين منكرا أو كان معسرا حاجزا عن الوفاء فهذا لا يضاف إلى رأس المال الزكوي. لما يضاف إلى رأس المال الزكوي الديون مرجوة الأداء الذي تكون على غني والذي تكون على مقر بالدين وليس بجاحد هذا ما So the question was how could I pay money because we said the sheikh said earlier that we include in the money to pay zakat for that money of that others owe to me. It might be collectible, might not. She had said the amount of the money that we pay for, or the money that we pay for, is that kind of money that somebody who is rich enough to pay it, and he does not say, yeah. He does not deny. He said, I'm going to pay. Yes, I owe you that amount, and I'm going to pay. So you have to pay the cap for it. But if it is this money, somebody who denies it, he said no. Or somebody who does not deny it, but he is not capable of paying it. He doesn't have you know, enough funds to pay it off. Then you don't pay zakat for that amount of money. يكون بين يديك يعني طبقا لتعريف الزكاة فكيف تدفع عليه الزكاة؟ هذا فهمت سؤالي أصلا. ومشتري محضرك يعني وضعت مقدمة بنيت عليها فاحنا نرجع إلى المقدمة نفسها.
نحن لا نقول ان الزكاه لابد ان يكون المال المال في المالك ان تكون قادرا على استعادته. نعم جيد. To what? Can you pay zakat to Amjad? Conflict of interest, Tashi. يعني ليس الحديث عن أمجد فقط، هو ده ده سؤال عام ينطبق على أمجد وعلى غيرها من المصالح العاملة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. هل يستوعب مصرف في سبيل الله أعمال الدعوة إلى الله عز وجل والمؤسسات التي تعين على ذلك؟ لقد صدر قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بأغلبية مطلقة أن أعمال الدعوة إلى الله جل وعلا وما يعين عليها من مؤسسات ووسائل وأبيات ضمن مصرف في سبيل الله، وقالوا إن هذا لون من ألوان الجهاد وباب من أبوابه. الجهاد كما يكون بالسيف والسنان يكون بالكلمة واللسان، وقد قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. فسمى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، فهو باب من أبواب الجهاد بالكلمة، شملها مصر في سبيل الله عز وجل، وصدر بها قرار المجمع الفقهي لربطة العالم الإسلامي. فأمجد وأمثالها من المؤسسات التي تدعم العمل الإسلامي والعمل الدعوي في هذا البلد، يعني أهل أو المصالح الإسلامية. نحن هنا نتحدث عما يعمل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل اللي يدخل وجاهدهم به جهادك. So the Sheikh answered the question. It's for the question is, can we pay money, zakat money for organizations like AMJA, Assembly of Muslim Jurists in America? And the Sheikh said it's not only for AMJA but any organization. The question should be, should we pay zakat for any organization that works mainly for da'wah of Allah subhanahu wa ta'ala? And he said there was a resolution from the Congress of Fuqaha at Mecca. The Muslim World League in Mecca, that majority of them, sweeping majority of them, they said this is one of the ways of jihad fi sabilillah, when you oppose, when you carry the da'wah of this religion and stand for it, as Allah subhanahu wa ta'ala said, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, do not obey the disbelievers, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ, and make jihad against them with it. And he refers to the Quran. So jihad is not only by the physical military power, but it's also by knowledge and by da'wah and by carrying, speaking, standing for this religion and speaking for it. Inshallah, it's, we can go on and on and on, mashallah. That's what AMJA stands for, and Sheikh, mashallah, jazallahu khair, ashhadu law. يعني ما يغلق كاتبه بوجه أحد يعني بس بالهدوء عليه، لأنه ما شاء الله كما ترون حتى في ذاكر المحاضرات الشيخ ما يغلق كاتبه بوجه أحد أبداً. فيعني رغم انشغالي ورغم كذا وكذا، وكذلك من السادة العلماء والفقهاء في أمجة خط الساكن للفتوى، فكل هذه الأسئلة والغوايز يعني يتلقونها ويجيبون عنها. وقد لبست في نشرة شارع الحق يعني أنهم ما شاء الله يعني نحسبهم الله حسبهم يقومون لهذا الدين ويحتسبون بذلك ويعملون أن يقفون للحق يعني بلا يعني جماعة أي إلى جماعة ولا إلى مجموعة ولا إلى كذا، إنما يحاولون أن يقفون لدين الله تبارك وتعالى ودعوة الله عز وجل. So this is, you know, to conclude by this, inshallah, I said that the Sheikh never closes his phone in the face of anybody. He always receives. And I took him today to just take him around the city of the Gulf and so on. And he always, this the phone is ringing, he is answering for him. Even here after the Salah, I saw him answering for him. Even during the lecture right now, he never hang up his phone. You can always consult with him, as well as other scholars, many other scholars in AMJA. They even have the website, beautiful, full of all of these questions. Majority of the questions that you would ask, you will find the answer in there. And you can always have access to them, inshallah ta'ala, because we can, if we go like this, we can go on and on, mashallah. It has been 2 hours, actually more than 2 hours now. And I think that's more than enough, and the food is kind of full now. And then I'll share Salat al-Isha, about the five or the Asha. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
صلي بعد المشاء صلي بعد طيب ان شاء الله it's a decision is for you يا اخوان do we pray first نصلي اولا do we pray first if you pray first raise your hand خلاص that looks like okay, let's pray first ان شاء الله and then we delay the one more time جزاك الله خير نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في علمي وأن ينفعنا بعلمي الله سبحانه وتعالى bless the knowledge of the sheikh may Allah subhanahu wa ta'ala give him the best inshallah now please he is not tired all day give the chance to give salam to him and everything we will pray right now a couple of minutes الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Oh.